رحم الله الفنانة الرائعة ليلى مراد. الآن مشاهدينا وقفة مع أخبار الطقس واستعراض الأحوال الجوية. عودة مرة أخيرة إليك مصطفى. شكرا أميرة وشكرا محمد. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في محطتنا الثالثة والأخيرة، نستعرض فيها مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس خريفي مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، ومعتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء. وفيما يلي مشاهدين الكرام بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله على محافظات ومدن الجمهورية، نبدأها من محافظة القاهرة وفيها درجة الحرارة العظمى تشير إلى أنها 26 درجة والصغرى 16، يكون الجو فيها معتدل. في الأسكندرية 24-15 يكون أيضا الجو فيها معتدل. في مطروح 24-14 يكون الجو معتدل. في بورسعيد 24-18 يكون الجو معتدل. في الإسماعيلية 27-16 يكون الجو فيها معتدل. أما عن محافظة السويس فدرجة الحرارة العظمى هناك تشير إلى أنها 26 درجة والصغرى 18، يكون الجو فيها معتدل. في العريش 24-17 أيضا الجو فيها معتدل. في طابة 26-15 يكون الجو معتدل. في شرم الشيخ 29-20 يكون الجو فيها مائل للحرارة. في الغردقة 28-19 أيضا مائل للحرارة. أما عن محافظة الأقصر فدرجة الحرارة العظمى هناك تشير إلى أنها 32 درجة والصغرى 17 درجة، يكون الجو فيها حار. في أسوان 32-17 يكون الجو أيضا فيها حار. في الوادي الجديد 30-13 يكون أيضا الجو فيها حار. في شلاتين 30-22 يكون حار. وأخيرا في حلايب 27-21 يكون الجو فيها معتدل. الآن مشاهدينا الكرام نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.